سحق الإطارات، قطع لمداخل المنطقة. قوات أمنية تلاشت الاحتكاك مع غضب أهالي منطقة البراضعية، الناتج من تلكؤ إحدى الشركات الإيرانية التي لم تكمل مشروع البنى التحتية منذ 9 أعوام تقريبا، ما دفع إلى التحذير من التصعيد بأساليب الاحتجاج في قادم الأيام. هاي المطالب أبسط مطالب منطقة البراضعية. تخيل كورنيشط العرب عمن بيشو إعلامي لهم، راحوا وفلشوا وسووا عمن بمصالحهم، فلشوا وسووا كورنيشط العرب اللي البراضعية بصفة صار لها 10 سنوات مهملة من محافظ المحافظ. مشروع فاشل بنسبة 100%، لكن احنا ما ندري، يعني ما نعرف شو المحافظة شو تريد من عندنا، شو تريد؟ تريد ان تتجه غير اتجاهات؟ شنو اللي يردون منها؟ يريدون يهجرون هاي المناطق؟ المشكلة ماكو محاسب، مدير المشروع المهندس المحافظة. ماكو أي شيء موجود، يعني ما شفنا مهندس من المحافظة، ما شفنا المحافظة في اليوم حكت بهذا المشروع. الآراء الشعبية توجه سؤالا لمحافظ البصرة وعن الجهات المعنية الأخرى عن سبب إهمال المنطقة التي تضم أغلب القنصليات والسفارات والمستشفيات، متخذين من قطع بقية طرق الأقضية والمدن القريبة منها خيارا تصعيديا خلال الساعات المقبلة. في حال أنه بعد ما سوينا حذر نقطع شارع البراضعية، بعد ما نريد أحد يمر بينا، ولا السيد المحافظ يعبر بصفنا المنا وباشا يعبر على البراضعية، منطقة القنصليات، منطقة القصور، منطقة بها شارع سيدي من أغلى شارع بالبصرة، الشركات، أحسن منطقة بالبصرة هي البراضعية. للأسف يعني هذا الإهمال المقصود شنو الداعي من عنده ما جاي نعرف لحد الآن. عمل ساعتكم البراضعية، والله العظيم المحافظة ما البصرة وحكومة البصرة تقول البراضعية جبانية. أنا قلتكم كليش هاي رابع مرة نطلع مظاهرات ما يسوون شيء. عمي الله يسعدك، هذا من عندي وصية نيابة عن البراضعية، هاي آخر مرة نظاهر بعد نقطع الشوارع. نيران وجمل تحذيرية للجهات الحكومية المعنية، إن بقي حال منطقة البراضعية على ما هو عليه سيتم اللجوء لخطوات تصعيدية أخرى. من منطقة البراضعية وسط البصرة كان تقي، قناة التغيير.